my friend. You have anyone? You have anyone for me? I feel good. Da na 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 na. I'm taking the bus. Da na 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 na. I feel nice. Da na 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 na. I see God is nice. Da na 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 na. So nice. So nice. I gotta know that 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 I feel good. لا خلاص بقى انت يا شو ماما واحد جاي يضيف من بريطانيا اقلب منه يلبس له جرافه ويتأنق بعدين بركي يعجب فيني باختراعاتي واخذني معه. ولا يا زلمه مين كان على الباب؟ هذا ابو الروض امي ابو الروض جاي يسال عن بابا. مين ابو الروض؟ ابو الروض ما غير رجعوا عينوه بالحاره. ان شاء الله قلت له انه ابوك رح يجيب ضيف لعنا جاي من برا. امي والله ما قدرت ما اقول له. خير ان شاء الله. انت وياها تمكيشتوا؟ امي حلوه تمام؟ حطيتوا البارفان؟ يا رب يا رب دخلي اسمك يطلع حصن احسن من حظك هالبنات يا رب. ليش ما يصلى؟ قلت له تحكي عنه هيك؟ عتابنا بس خرستي. امي بده يحبنا بيحبنا لشخصيتنا لروحنا مو للبسنا. مين؟ والله يا ماما دوري اذا بده يحبك لشخصيتك ولتفكيرك انا متاكده اني رح اكبسك الخلل لانه رح اتعلمك. تعي لقلك انت تحديدا لسانك بتقصي بتحاولي وبتضغطي على حالك كثير. اوعي تجرعي وتشلطي علي شوي. كمان كمان مره ثانيه مره ما لحقتي. واحد اثنين ثلاثه يلا شو بدك تضبطي يا رب يكون مش جايب اللي هتايح. فرحان هلو فرحان هلو هاي افريبادي هاي يزن يس يزن عرفني لحاله ابدع السلامة جود وات ذس يزن اتس نوت بيوتيفول نعم انا لبستهم مشانك قال جاي من بريطانيا لا قالوا بريطانيا معك معك رح تكتشف انه جاي من البحصة من البحصة هو من الشام قول قرب 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 حيالا غلط بليرة حيالا غلط بليرة ليرة ليرة من البزورية مرحبا انت يا انت هاي هلو اوكي اي ام نورما بنت انت راندا نورما هاي عندك عندك نازل طابيد خرب بيت قلبك من المطر لهون ما حدا خلق لك الحواجز الدنيا اللي ختموا له خلصنا بقى خلصنا بقى انا مشتاق مشتاق بلد مشتاق انتي رندا مشتاق انكم جهاد انا مشتاق بس من بعيد لبعيد نو قريب هاي هلو اي ام سلمى يو ار سو سويت سلمى شو يعني حلوه يا هبله اوه ثانك يو ثانك يو مي تو يو تو يو تو بيوتيفول انتي لي بالمطار دغري رح اعرفه بنات عم ينغلوا نغل يخرب بيت قلبك مثل فيدو ديدو من زمان ما شفته ما كان هيك هاي وشلون عرفته بابا لا يا بابا خبر جينات تبع أمك لا راحت ولا إجت سعيد الجبلة تبع سعيد بحياتك لا وفارد مخططات من الأرض وعم بيورجيهم للشرطة وعم بيبربر ما حدا فهمان على شيء مخططات شو بابا؟ والله ما بعرف بابا الشرطة ما فهموا عليه مشان هيك أطلقوا سراحه أهلاً أمي مرة تاني ما في نسوان أنت بيبط رجال نحن سوريا رجال أهلاً أهلاً فرحان حبيبي سعيد أهلاً أهلا وسهلاً فرحان شكراً أنكل جهاد شكراً أهلين فرحان كيف حالتي وجوز حالتي؟ تمام تمام كله منيح ماما بيقول إذا بتحبي مشان بجز لك الله بريطانيا لجوء هنيك وضع تمام أوه ريلي؟ يا أم لا أفكر بالموضوع يا نو أنو يا هاي نحن هون مرتاحين وضع تمام ما في لجوء ما في نزوح كول كول عمي يلا نو نو ثانكس انكل لك شو ثانكس انا عامل دايت لك انا ودايت عمودك الفقري مبين كول 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 اكل رجال على قد افعالها فهمت علي؟ نو نو اكل رجال على قد افعالها نو 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 انكل انا من شهر مقود حالي على لبنه وزيتون انا ما باكل غيرهم مشان بتقود على شو بدك تتعود؟ على اكل جيش بريطانيا اكل جيش كوسايه خياريه بطاطايه لا 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 بريطانيا انا هون بدي يخدم شو بدك تخدم هون ايوه هلا تذكرت لك لما طالع هويته السوريه قالوا له وقف انت لازم تخدم عسكريه وكان بدهم يوقفوه هنيك ويسيروه على القطعات طيب بابي شلون طلعوا حبيبي تقبر قلبي انت عملت له واسطه حكيت مع شي حدا طبعا طبعا رندا حكيت مع الشرطي اللي على الباب ولعني أنا بعرف حدا أنا
لكن كيف طالعوا؟ لك يا حبيبتي يا رندا، قلت لك انه هو اول ما وصل على المطار قال له انا جاي بدي اخدم عسكريه، وصار يورجيه المخططات اللي كانت معه على اساس مشروع جايبه معهم بريطانيا. انا طلعت قلت لحالي يمكن عم ببلفهم مشان يطلعوه، بعدين طلع جد فعلا جاي يخدم عسكريه. طب استاذ فرحان انت واي اجيت لانا لهون، ليه ما خليتهم ياخذوك دغري؟ اي ولي عطوه مهله 48 ساعه بعدين هو لحاله بيروح يسلم، واخذوا عنواننا هلا صار يعرفوا وين هو. طبعا انكل جهاد، لازم كل هذا بيقدر يجي سائد بلد لازم يجي، انا بهالبلد بدي دافع عنه. انا من زمان بده يجي يخدم جيش بس تاخرت لخلص التجربه. تجربه شو؟ استراتيجيك ويبن. شو يعني تجربه السلاح الاستراتيجي؟ سلاح شو؟ انا دارس هندسه سلاح وبطور اسلحه، يعني ما بخلي ولا طياره ادو يطير فوق سيريان، كله بيتفجر اذا طار. لك الله مهي بطن انت بيعمل شو ها؟ اول مره بشوف واحد من عيلتكم طالع وفهمان وذكي، مو بس هيك وجايب معه بريطانيا سلاح استراتيجي. جهاد هلا بتقوم بتنط بتحجز له اول طياره راجعه على بريطانيا. لك امي انت شو اجداد هدي اهتار جاي من هنيك لهون لحتى تروح تخدم جيش، ولك بكره بتموت. لا انت هذا واجب كل هذا سوري بهب بلد انه يجي ويدافع عنه، ما بيصير نتخبى، هاي بلد كتير هلو، كل العالم ببريطانيا موجودين عليه، كله بيعرف سوق هميديه، جامع اموي، بالميرا، تدمر، كله بيقول يا حرام. استاذ فرحان انت امتى راجع على بريطانيا؟ شو بريطانيا ما بريطانيا بيخدم عسكريه هون. لكن ماما مشان ترفعوا راسكم بامكم وبعيله امكم، عيلتها كلها ناس وطنيين وهذا نموذج كافي ووافي. بس خلاص بس شفتوا شو حكى؟ كلام حلو. وينا؟ أنا لازم بياخدك معي هلا في مرجاخ وطابي، بدي ورجي الكل على هذا النموذج الطبي الوطني. صراحة فكرتك إنه أنت لعبان بعاله وأقنعته يروح يخدم جيش. إذا هيك خالتي روح الله يحميك، أنا برفع راسي فيك وبرفع راسي بكل واحد بيشبهك، هي هي عائلة آل المسعود، لك نحن ناس كلنا وطنية. دخلك؟ ليش ما حياتي أخوك البطل المقاوم لما تصاوى بإصبع رجله وهو عم بيعفش؟ شو يعني عفش؟ بكرة بس يروح جيش بيعلموك أنت هنيك كيف يعفش. أنكل جهاد علمني أنا كيف بدي أفش؟ يعني واحد بفوت بيت واحد صاحبه بلاقي براد بيسرق براد، هذا عفش، بلاقي غسالة عفش، بس إذا في براد غسالة مع تلفزيون هذا صار عفشة. لك يلا يلا شفتك شفتك يا أبو سالي شفتك. مساء شفيق. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شوف أنا لسه ما في تحته للزلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو رجعك أنت؟ رجعت من فترة وقع لي على هالتبليغ أستاذ جهاد. تبليغ شو؟ شو دخلك؟ ما دريت انه صار رئيس لجنه الحي. لا وابو نضال هلا انسالي ابو نضال وانسالي التبليغ، منو هذا اللي ما دفي تحته؟ لك هذا ابن خالته لمرتي، اجى من بريطانيا اسمه فرحان، بس عطوه مهله 48 ساعه ليلتحق، شايف هلا جايين تاخذوه شو؟ سيدي انا ما قلت لك اجيت الصبح. سكوت سكوت انت، ما رح تتربى يصير فيك مثل ابو نضال. استاذ جهاد ساوي لنا فنجانين قهوه لنقول لك ليش جايين. حاضر بس دخيل عينك انا عندي مهرجان خطابي ها واخذه معي للشب. ما من اخرك بس بدك تمشي بنمشي. ماشي يا بيجيني لحاله زلق وقال انه مقاوي عنده واحد مطلوب، بدك تروحها علينا؟ لا تاخذني سيدي ما سدني عاك سدني عاك والحقني يلا. امي نحن لازم نتحرك. قومي اتلحلحي ساعدي اختك. لازم نتحرك اذا القوا القبض على فرحان. وشو بدنا نعمل؟ ها بنعمل حاجز بشري، يعني بنسطح وما بنخليهم يطلعوا حتى لو على اجسادنا، هيك بيعملوا بلاد برا بالافلام. تضربي منك الى ما راح يقربوا عليه، فرحان ثروه وطنيه، انا متاكده ما راح يعملوا له شيء. ولانه ثروه وطنيه راح ياكل هوا. امي ما هو ثروه فرحان؟ لا اله الا الله. كيفك يا قطه؟ ما تعني بريك. الأخ فرحان راجع من بريطانيا بده يخدم هذا البلد، هذا مثال للوطن الغيور. هلا هو جاي من بريطانيا حتى يخدم بالبلد؟ نعم. والله أنا خايف تكون بريطانيا بعدته يتجسس علينا.
لا سيدي لا، بريطانيا بحاجة لتبعت واحد مثل حكاية هاد، ما أنك شايفه. أعوذ بالله منك أنكل جهاد، أنا بدي بدلة لايك ديس دير هلو دير هلو يا هلا وبرك. لايك ديس هون ما في، بس تروح جيش بلبسوك أحلى. هاي شرطة بوليس بوليس. أستاذ جهاد شو رأيك نعمل له واسطة مرتبة يحطوه بشي محل على كيفك؟ لا لا أبو الرضا الله يرضى عليك، الأخ فرحان واسطته منه وفيه طول عمرهم هيك. لما ابن البلد بيعمل اختراع بيعملوه أجدب وهندي أبو ريشة وشابطة ريالته، ولما يجي واحد أجنبي عامل نفس الاختراع نفس الاختراع بيعملوه أينشتاين. I feel not good. وين المخططات؟